مرحبا بكم في هذه الجلسة الثانية من مساق علوم البيانات أيام ويكي بيانات العربية في نسختها الأولى. هذه الجلسة تتناول بالدرس موضوع استعمال ويكي بيانات بالنسبة للمبرمجين. نستهل هذه الجلسة بتوضيحات حول ما قلناه في الجلسة الماضية حول التعديل اليدوي لويكي بيانات، ونبدأ ب شرح إمكانية دمج العناصر. في الحقيقة يمكن في ويكي بيانات أن نجد عنصرين يمثلان نفس الشيء، نفس الكاتب أو نفس الكتاب أو نفس نسخة من كتاب أو نفس المؤسسة أو نفس المبنى إلى آخره. هنا هنالك ضرورة لدمج العناصر. هناك صفحة اسمها Special Merge Items تمكن من هذا الأمر. الأمر بسيط جدا، ما علينا إلا أن نكتب معرف العنصر الأول ومعرف العنصر الثاني ثم دمج العناصر، هذا كل ما فرق. لكن لتنجح عملية الوصف يجب على كلا العنصرين أن يكون لها لهما نفس الأسماء والأوصاف بجميع اللغات إن وجدت، يعني إما أن يكون بالنسبة لنفس اللغة الاسم هو نفسه أو الاسم في أحدهما غير موجود. إذا كان لديهما أسمان مختلفان يجب تعديل ذلك وجعل الأسماء والأوصاف هي نفسها قبل عملية الدمج، وإلا لن يتم الدمج. الأمر الثاني الذي أردنا شرحه ولضيق الوقت سأشرحه في هذه الجلسة هو رتب التفضيل. أحيانا في صندوق ويكي في قالب صندوق ويكيبيديا هناك أشياء، هناك خاصيات نريد لقيمة واحدة منها أن تكون منشورة في ويكيبيديا. مثلا في صندوق ويكيبيديا، في قلب صندوق ويكيبيديا هنالك مثلا صورة واحدة، لا يمكن أن توجد صورتين لشخص معين مثلا. هنا يتدخل التفضيل لتفضيل قيمة لخاصية على القيم الأخرى الموجودة في ويكيبيديا. مثلا هنا صفحة ألبرت أينشتاين هنالك صورتين للشخص. كل ما في الأمر هو علينا تفضيل الصورة حتى يتسنى لويكي بيانات اختيار الصورة المناسبة للشخص لوضعها في القالب. الأمر بسيط، يبدأ بالضغط على عدل، ثم هنالك سهم بجانب القيمة، يجب علينا فقط الضغط على السهم من فوق ثم انشر. الصورة ستصبح باللون الأخضر، ما يعني تفضيلها على باقي القيم بالنسبة لهذه الخاصية. تجر الإشارة إلى أنه يجب معرفة الخاصيات التي يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل. بعض الخاصيات لا يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل، خصوصا عندما تكون القيمة المفضلة غير ثابتة. مثلا نسبة الإصابة بداء معين، نسبة الإصابة متحول وكل يوم هنالك رقم جديد، لا يمكن استعمال رتب التفضيل في هذا الأمر. يجب استعمال خوارزميات أخرى لاختيار الصيغة الأحدث، ولكن ليس رتب التفضيل. رتب التفضيل هي للخاصيات التي لديها قيم ثابتة. الأمر الآخر الذي أردنا الإشارة له ولم نشرحه باستفاضة في الجلسة الماضية هو طبيعة المفعول به في ويكي بيانات. الحقيقة قلنا أن القيمة في بيان ويكي بيانات يمكن أن يكون عنصرا أو معرفا خارجيا أو قيمة بأي شكل، لكن لم نقل باستفاضة ما هي هذه الأنواع من المفعول به التي يمكن
أن تكون مستعملة في ويكيبيديا. كما قلنا في الجلسة الماضية، هنالك العنصر، هنالك المعرف الخارجي، هنالك الكمية، وهنالك النص، ولكن هنالك بعض الأنواع الأخرى من المفعول به التي سنبينها الآن. هنالك مسار مثلا، ومسار يعني خريطة طريق، يعني مسار في خريطة جغرافية، يعني مثلا طريق، شارع، نهج، إلى آخره. هناك ملف وسائط في ويكيميديا كومنز، يعني ملف يحتوي على بعض على بعض الصور في كومنز، مثل يعني كاتيجوري أو أشياء من يعني مثل تصنيف أو شيء من هذا القبيل. هناك النقطة الزمنية مثل التواريخ، النص بلغة واحدة، الخاصية يمكن أن تكون مفعولا به، خاصية ويكي بيانات التي تبدأ ب بي ثم رقم. هناك أيضا الأحداثيات الجغرافية، وهنالك البيانات المجدولة، وهي بيانات على شكل جدول تحمل عادة في ويكيميديا كومنز، وتعطي بعض الإحصائيات، يعني هي بيانات دات من نوع دات، ويمكن أن تمثل مثلا إحصائيات حول عدد السكان في بلد معين، درجة الحرارة إلى وتكون في منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي، فيتم تحميلها في ويكيميديا كومنز، وربطها بعنصر ويكي بيانات حول موضوع البيانات المجدولة. هناك الشكل الجغرافي، وهو رقعة جغرافية في خريطة، ويتم وتتم يتم إنشاؤه في ويكيميديا كومنز باستعمال صيغة جيوجيسون، ويتم ربطه مثلا البلاد أو الحي المعين الذي نريد أن نعرف رقعته الجغرافية إلى آخره. هناك أيضا التعبير الرياضي، مثلا بالنسبة ل مثلا ل ل لمؤشر مثلا مثل البادي ماس اندكس مثلا في الطب. هناك المعنى والمفردة والصيغة، هؤلاء يستعملون خصوصا في البيانات المعجمية كما بينا في الجلسة الماضية. وهناك التدوين الموسيقي لبعض المقطوعات. هي كل ما في الأمر، ما نريد تبيانه بعد هو اقتراح الخواص. أحيانا قد لا تجد الخاصية التي تريد أن تستعملها، أو لا تجد خاصية مناسبة لإدخال معطى معين. هنا يمكن أن تقترح خاصية جديدة، ويتم نقاشها في المجتمع ويكي بيانات، ويتم المصادقة عليها إذا كانت مناسبة. الأمر بسيط، هنالك صفحة اسمها Wikidata Property Proposal، تدخل هناك ثم تختار الموضوع الخاص بالخاصية الجديدة، ثم تكتب اسم الخاصية التي تريد إنشائها، وتنشئ صفحة الطلب. في صفحة الطلب يطالبونك بتفسير لما تفعله الخاصية، ثم نوع المفعول به، ثم المجال، يعني ما هي طبيعة العناصر التي ستستعمل فيها هذه الخاصية، ثم مثال الاستعمال، ثم المصدر إذا إن وجد،
ثم انظر أيضا للمقارنة ببعض الخاصيات التي لها علاقة بالموضوع. وبعدما تقوم بإدخال هذه المعطيات، تدخل الموتيفيشن وهو أمر مهم لتفسير لماذا علينا أن ننشئ هذه الخاصية، يعني تفسير لهذه الخاصية حتى يراه المجتمع ويفهم لماذا طلبت قمت بهذا الطلب بالذات. هنالك علاوة على أدوات ويكيبيانات التي يتم استعمالها في واجهة ويكيبيانات التي يستعملها واجهة المستخدم، هنالك أدوات ويكيبيانات التي تستعمل ليست في واجهة المستخدم ولما على شكل ويب، تطبيقات ويب وبرمجيات، وتمكن من تعديل وتحليل ويكيبيانات. من أهم هذه الأدوات أوبرا فاين، التي تمكن من تحضير جداول من أجل إضافة المحتويات التي تحتويها إلى ويكي بيانات، وكويك ستيتمنت التي تمكن من إضافة كم هائل من البيانات عبر الدفعات. الحقيقة يمكن أن تدخلوا إلى ويكي ديتا تولز وتبحثوا على هذه الأدوات التي لا تعمل على واجهة المستخدم وتستعملوها وتعرفوا عليها. هنالك عديد من الأدوات التي ليست أدوات واجهة ولكنها أدوات مهمة ويمكن أن تساعدكم في تطوير ويكي بيانات. علاوة على كل هذه التوضيحات، أردت أن أشرح أنه هنالك عديد طرق لطلب مساعدة إن لم تعرفوا أن تقوموا بشيء معين. أولها مجموعة تليجرام، هنالك في ميتا هنالك صفحة تليجرام موجودة فيها كل قنوات التليجرام الخاصة بويكي بيانات، يمكنكم الدخول على أي صفحة والمشاركة فيها والسؤال مباشرة. وهناك عديد المختصين الذين سيهمهم الإجابة على تساؤلاتكم أيا كانت، ومساعدتكم من أجل التمكن أكثر من تحرير ويكي بيانات. هناك صفحات المساعدة في ويكي بيانات التي تعطي معطيات حول كيفية المساهمة في ويكي بيانات، Help Content، وهذا كل شيء. إذا نمر الآن إلى الموضوع الأهم لهذه الجلسة، وهو كيفية استعمال ويكي بيانات في مجال البرمجة. ونستهل هذه الجلسة بتبيان كيفية تنظيم البيانات الخاصة بعنصر معين في ويكي بيانات. تحدثنا في الجلسة الماضية عن كيفية أن البيانات هي منظمة باستعمال RDF XML format، ولكن لم نتحدث على طبيعة هذا التنظيم وشكله. يتكون عنصر معين في عنصر مكتوب باستعمال قواعد RDF بصفة عامة من أربعة أشياء. أولاً PDF URI، وهي تمكن من اختصار عنوان مورد أو عنصر. الأسماء والأوصاف، تمكن من إسناد أسماء ومفاهيم بلغات مختلفة للعنصر. الروابط الداخلية، تمكن من ربط العنصر بما يقابله في مشاريع ويكيبيديا الأخرى. والبيانات وهي معطيات على شكل ثلاثي. البيانات تظهر في الشكل الآتي، يبدو شكل مخيف عندما تنظر إليه بشكل مبدئي لكنه بسيط جدا. هنا هنالك RDF، يعني هذا المستند مكتوب باستعمال RDF. وهنالك attribute XML NS RDF، هذا يعني أن اسم الاختصار RDF، وهذا هو beta URI الذي يتوافق مع اختصار RDF، يعني هذه HTTP
www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns. Diez. هذا يتم اختصاره ك RDF نقطتي. هذا ما يقصد. وكل ما ترونه هنا هو اختصارات. هنا هناك XSD للتواريخ، هناك Ontolex، RDFS، Wikibase، SCOS، Schema، WD لعناصر ويكي بيانات، هناك Proof للمصادر إلى آخره من المعرفات الأخرى من اختصارات بي دي اي دي ار اي. تشير الإشارة إلى أن هذه البي دي ايات هي محتويات بصفة آلية في ويكي بيانات وفي الأدوات التي تستعمل ويكي بيانات كأداة استعلام سبارك. لا يمكن الحديث عن PDA-URI من دون الحديث على كيفية استعمالها بصفة عملية لكتابة بيانات في ويكي بيانات. هذه الصورة تبين علاقة بين PDA-URI المختلفة. هنا ترون أن ويكي يو ال وهو الرابط لمقال ويكيبيديا أو مقال ويكي مصدر أو أي مقال في مشروع آخر، تجدون أنه مربوط بالعنصر باستعمال سكيما about. هنا ويكي عنصر ويكي بيانات مربوط بالقيمة الخاصة به باستعمال WDT double point ومعرف الخاصية. ثم يمكن الربط بين عنصر عنصر ويكي بيانات الذي نقوم بدراسته و statements البيان بصفة عامة باستعمال P ثم معرف الخاصية. وهنا من statement يمكن استخراج العديد من الأمور مثل الفاليو node sample value. هنا باستخراج PS ونفس معرف الخاصية يمكننا أن نستخرج value أو قيمة البيان BPQ ثم معرف خاصية معين، ويمكن استخراج القيم الخاصة بالمحددات بمحددات البيان، يعني البيانات الفرعية التابعة للبيان الأصلي. يمكن باستعمال proof was derived from يمكن انتقال من البيان إلى المصدر، وباستخدام المصدر PRV مثلا يمكننا استخراج بعض المعطيات، بعض قيم حول المعطيات الموجودة في المصدر. إذا باستعمال هذه الصورة السكيما إن صح التعبير أو الدامب موديل،
يمكننا أن نستخرج بصفة تلقائية كيفية كتابة البيانات في ويكي بيانات بصفة برمجية. بالنسبة للأسماء والأوصاف، الأسماء والأوصاف كما قلنا في الجلسة الأولى يمكن كتابتها باستعمال خاصيات معينة، وهي خاصية RDFS Label بالنسبة للاسم، SCOS Pref Label بالنسبة للاسم المختار، Schema Name للاسم أيضا، هناك Schema Description للوصف، ويمكن SCOS Alt Label للأسماء المستعارة. بالنسبة للروابط الداخلية كما قلنا تتم تعريفها كريسورس كرافد، ثم ربطها بعنصر ويكي بيانات الخاصة به. هنا RDFS RDF about هذا الفعل، وهو العنصر الرافد المتعلق بصفحة ويكيبيديا حول العنصر. هنا RDFS type RDF resource article يعني هذا مقال، schema about RDF resource Q42 يعني هذا متعلق بالعنصر Q42 الذي بيناه في الجلسة الماضية، schema in language اللغة العربية schema in language schema is part of ويكيبيديا العربية schema name Douglas Adams. وهنا هناك RDF description RDF about ويكيبيديا العربية Wikibase group Wikipedia. يعني يتم تصنيف هذا الرابط الداخلي كرابط نحو صفحة ويكيبيديا. البيانات ما قلنا يتم كتابتها كعلاقة على مجموعة علاقات مربوطة بالبيان نفسه. يعني هنالك مثلا هنا على عكس ما يظهر في واجهة المستخدم، هنا الفاعل هو statement نفسه البيان نفسه، هنالك RDF about Q42 ومعرف البيان، ثم هنالك PS21 والذي يعطي الفاليو كما بينا هنا من قبل، PS إخراج الفاليو، ثم هنالك Wikibase rank normal rank هذا ما يتعلق بالتفضيل، ثم هنا النوعية هي statement يعني هذا بيان، ثم proof was derived from وهنالك رابط للمصدر، والمصدر يتم كتابته بنفس الصيغة تقريبا. إذا ذهبنا إلى المصادر نجد أن RDF description RDF about واسم الريفرنس وال URI تبع الريفرنس الخاصة بالريفرنس، وهنا هنالك بعض الخاصيات PR PRV ويمكن من PRV استخراج PR فيما بعد PR 407 هذا اسم المقال دوغلاس آدامز interview with American atheists، وهنالك حتى رابط المقال
في انترنت اركايف كما تشاهدون. طيب هذا هو. طيب بعدما بينا كيفية عمل ويكي بيانات وصيغة RDF XML، يمكن الآن المرور إلى شيء مهم وشيء له علاقة بالتطبيق، هو استخراج بيانات عنصر معين في صيغة يمكن قراءتها تلقائي. الأمر هذا ممكن باستغلال ويد HTTPS double point slash slash wikidata dot org slash wiki slash special entity data slash entity ID، يعني QID المعرف للعنصر أو الخاصية، ثم الفورمات dot format. الفورمات المطلوب قلنا RDF وهو يخرج RDF XML، هناك turtle وهو نوع آخر من أنواع من صيغ كتابة RDF، هناك Ntriples، JSON، JSON LD. طيب هذا ما بينناه من قبل، يعني الشكل المعتمد في الويب بدليل RDF XML الذي فسرناه منذ قليل، وهو يستخدم لتمثيل البيانات ولكنه أكثر تعقيدا وتفصيلا، ولكنه يمكن استعماله التوافق مع أدوات XML. صعب القراءة والفهم من قبل الإنسان بسبب تعقيد بنية XML، ويستخدم بشكل واسع في التطبيقات التي تتطلب توافقا عاليا مع معايير XML، ويدعمه الكثير من الأدوات. الثاني هو RDF Turtle. RDF Turtle يعتمد على بناء جمل بسيط وقابل للقراءة البشرية، مما يجعله أسهل في البناء وفي الكتابة والفهم مقارنة بـ RDF XML. يتميز بسهولة الفهم والقراءة، وهو أفضل من حيث التفاعل البشري مع البيانات، مفضل في حالات النماذج اليدوية والتطوير، وهو مدعوم بشكل جيد في بيئات البرمجة الحديثة. يعني مثل ما تشاهدون يعني كتابته جدا بسيطة ومختصرة ولا تحتوي على تعقيدات RDF XML. في الحقيقة هناك العديد من البرامج التي حاليا تستعمل RDF Turtle في الويب الدليلي. الشكل الثالث المعتمد هو Ntriples، وهو يستخدم صيغة نصية بسيطة مما يجعله أقل تعقيدا بين الثلاث، ولكنه أقل تعبيرا، يمكن قراءته باستعمال من قبل الإنسان، لكنه أقل بديهية بترتل مقارنة بترتل. غالبا ما يستخدم في عملية الاختبار والتثبيت البسيط للبيانات بين الأنظمة بسبب ببساطته وسهولة معالجته كما تشاهدون. يعني يكتب URI بين أكبر من وأصغر من قيمة، يعني الصيغة الثلاثي، هنالك العنصر والخاصية والقيمة بهذه البساطة، يعني label، ويفعل هذه at un يعني باللغة الإنجليزية، لكنه صعب القراءة من الطرف البشر مقارنة بالترتل، لأن الترتل بسيط ويستخدم البريفكس التي لا توجد في Ntriples للأسف. طيب قد تقولون أن عنصر ويكي بيانات في صيغة RDF قد يحتوي كثير من المعلومات، وأنا لا أريد كل هذه المعلومات، كيف يمكن إخراج RDF بصفة أقل؟ في الحقيقة هنالك طريقة، وهي استعمال flavor باستعمال get، يعني صيغة get نقطة استفهام flavor equal إلى العنوان الذي ذكرناه من قبل، وهو هذا العنوان. إذا استعملت flavor dump يستبعد وصف البيانات المشير إليها في البيانات، إذا flavor sample
يقدم فقط التصريحات الصحيحة بدون مؤهلات أو مراجع، يعني بدون تحديدات أو مراجع أو مواقع أو معلومات الإصدار، يعني فقط البيانات الأساسية دون البيانات الفرعية. وفليفر فول وهو يعطيك كل البيانات، لكن إذا استعملت فليفر فول فليس عليك تحديد هذا لأنه الإعداد الافتراضي، يعني the default one. بالنسبة للإصدارات وتخزين المؤقت، يمكنك أيضا طلب إصدارات محددة من كيان معين باستخدام استعلام الإصدار، وهو يعني عبارة على صيغة get، يعني تفعل نقطة استفهام revision ورقم revision. مثلا هنا يمكن تأخذها بجيزون وتكتب revision ورقم الريفيجن رقم الإصدار، لأن كما تعلمون مثل الويكيبيديا ويكي بيانات تعدل بشكل دوري، وهناك مستخدمين وهناك عديد من النسخ من نفس العنصر. المهم، وإذا أردتم أن تستعملوا فليفر وريفيجن في نفس الوقت، هناك تستعملون نقطة الاستفهام مرة واحدة وتستعملون للربط بين الأمرين، تستخدمون هذه الواو. هذا كل ما في الأمر. بالنسبة لتحميل الكامل لويكي بيانات، يمكن تحميل كامل قاعدة ويكي بيانات على شكل XML أو RDF أو JSON. نحن نتحدث على جيجا بايتات، يعني ليست تيرا بايتات. يمكن تحميلها بالكامل على السيرفر إذا لديكم داتا سنتر أو لديكم منطقة لتخزين هذا الأمر لتحليلها بشكل يدوي دون الحاجة إلى الدخول كل مرة إلى ويكي بيانات عبر الإنترنت. يمكن تحميل هذه القاعدة البيانات، كل قاعدة البيانات على شكل XML أو JSON أو RDF. المهم، للتحميل نسخ قديمة أو جديدة من ويكي بيانات حسب الحاجة، هناك رابطان، هناك dumps.wikimedia.org/wikidata-wiki للXML والJSON، وبالنسبة للRDF هناك https://dumps.wikimedia.org/wikidata-wiki/entities. لدى ويكي بيانات أيضا واجهة لبرمجة التطبيقات من نوعية Action API، وتسمح للمطورين بالتفاعل برمجيا مع بيانات ويكي بيانات، وتكون النتيجة في صيغة JSON. يمكن المستخدمين الحصول على بيانات معينة وتنفيذ بحث أو تعديل بيانات مباشرة من خلال طلبات HTTP. واجهة التطبيقات، برمجة التطبيقات توفر العديد من الوظائف مثل الحصول على البيانات مثل استرجاع تفاصيل كيان معين مثل عنصر أو خاصية، البحث عن كيانات بناء على نص معين، تعديل بيانات الكيانات من إضافة تصريحات جديدة أو تعديلها، استرجاع الميتا داتا، حصول على معلومات حول بيانات أو الخصائص أو التعريفات. مبدأ واجهة برمجة التطبيقات يكمن في الوصول إلى وظائف API عبر تحديد المعاملات parameters في عنوان URL. على سبيل المثال، يمكنك استخدام معاملات مثل Action لتحديد نوع الإجراء مثل Query للاستعلامات، وFormat لتحديد تنسيق البيانات مراد استرجاعها مثل JSON و XML وغيرها من المعاملات مثل IDs, Titles, Props لتحديد التفاصيل المطلوبة. من الأمثلة على استخدام الحصول على بيانات عنصر معين
يمكن إرسال طلب إلى الـ API للحصول على بيانات عنصر معين عن طريق المعاملات المناسبة مثل Action Query و Titles Q42. البحث على العناصر يمكنك استخدام Action WB Search Entities للبحث على كيانات بناء على كلمة المفتاحية. هناك مرجع كامل للأكشنز التي يمكن استخدامها في Action API في الموقع wikidata.org/w/api.php. هنا مثال على استعمال API في كود بالجافا سكريبت. ترون أننا حددنا الـ URL وحددنا الـ Data Type JSON الفورمات JSON، وحددنا أن الـ Action هي WB Search Entities واللغة، وحددنا أننا نلتزم باللغة. باستعمال هذه البارامترز المعاملات تمكنا من الحصول على نتيجة بحث معينة في موقع انترنت. علاوة على الـ API، لأن الـ API قد يكون أكثر تعقيدا مما يظهر عليه، هناك مكتبة بايثون لويكي بيانات اسمها ويكي بيز انتجريتور، تمكن من تخزين إدارة وتبادل المعلومات بطريقة منظمة وسلسة وقابلة للبحث. يمكن تثبيت هذه المكتبة عبر مدير الحزم PIP في بايثون، مما يجعلها سهلة الوصول للاستخدام. تعتبر أكثر من سلاسة في الاستعمال من مكتبات أخرى مثل PyWikiMod. كما تشاهدون الأمر السهل يعني نسبيا، يعني يمكن أن تتوقع ما هي التعليمات التي يجب كتابتها للحصول على أمر ما أو إضافة شيء ما إلى ويكي بيانات. بشكل حذاري، التعديلات الآلية باستعمال الـ API تتطلب رخصة بوت وحساب بوت، يعني يجب أن الحساب الذي سيستعمل الكود في البايثون أو في أي شيء آخر، إذا كان سيضيف شيئاً إلى ويكي بيانات، عليه أن يقوم بإنشاء حساب كأي حساب عادي، ثم طلب رخصة للبوت، إدخال اسم المستعمل للبوت، وبعض الأشياء كالبرمجة وكاللغة البرمجة وكالسورس كود وكوظيفة البوت إلى آخره. علاوة على ما رأيناه، هنالك خدمة استعلام سبارك الخاصة بويكي بيانات، والتي هي أداة قوية تمكن المستخدمين من البحث واسترجاع بيانات مخزنة في قاعدة بيانات ويكي بيانات باستخدام لغة استعمال سباركل. ويكي بيانات هي قاعدة بيانات معرفية مفتوحة تستخدم تخزين المعلومات بشكل منظم، يمكن الآلات والبشر الوصول إليها بسرعة. بالطبع الأمثلة استخدام تحليل البيانات تساعد على استرجاع وتحليل البيانات بطريقة أكثر تعقيدا، مما يمكن القيام به باستخدام واجهة ويكي بيانات العادية وباستخدام الـ API. البحوث يمكن استخدامها في البحث العلمي من خلال تحليل كيفية إضافة معلومات حول ميدان معين في ويكي بيانات، أو للحصول على عنصر معين باستعمال بعض الشروط إلى آخره. التكامل، يمكن استخدام خدمة الاستعلام مع أنظمة وتطبيقات أخرى، حيث يمكن الاستفادة من المعلومات الموجودة في ويكي بيانات بشكل دوري، يعني بشكل حينما يريد أي كود بايثون أو كود بالجافا سكريبت الحصول على معلومة من خدمة الاستعلام، يمكن للكود طلب الاستعلام
من خدمة استعلام سبارك الخاصة بويكي بيانات، وأخذوا النتيجة واستعملوها لتحليلها إلى آخره. بعض المعلومات البسيطة التي تمكنكم من معرفة ما هو سباركل بالضبط. سباركل هي لغة استعمال مخصصة للعمل مع قواعد البيانات المرتبطة RDF، تمكنكم من معرفة استعلامات استرداد معلومات معينة بناء على معايير محددة، وهو يشبه إلى حد كبير سباركل. سباركل مع بعض RDF ترتب. الاستعلامات يمكن من خلال استعلامة سباركل البحث في المعلومات المخزنة في ويكي بيانات بشكل مفصل. على سبيل المثال يمكنك كتابة استعلام لاسترجاع جميع الأشخاص الذين ولدوا في عام معين، أو استرجاع كل الأفلام التي أخرجها مخرج معين. يعني هو عبارة على سؤال استفساري موجه لقاعدة البيانات. البنية الاستعلام بصفة عامة مثل SQL تتكون من أجزاء مثل Filter, Select, Where، والتي تحدد ما يجب البحث عنه وكيفية تنقية النتائج. للعلم هنالك جلستين ستكونان في إطار أيام ويكي بيانات العربية في نسختها الأولى. الأولى حول ويكي بيز انتجريتور، والثانية حول خدمة استعلام سباركل. فكونوا في الموعد. هذا كل شيء. أتمنى أن تكون الجلسة قد نالت إعجابكم. أنا متاح حاليا لأخذ الأسئلة أو لتوضيح بعض الأمور إن وجدت. شكرا لكم.